طلب تعويض فيزا والكشف الطبي الخاص بالفيزا. أخي المبتعث، أختي المبتعثة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يمكن إنشاء طلب تعويض عن الفيزا والكشف الطبي المتعلق بها إلا بعد أن يقوم المبتعث بفتح ملف له على بوابة المبتعثين الإلكترونية، علما أن الطلب يتم إنشاؤه من قبل الملحقية بعد استلام المستندات المطلوبة التي سنقوم بشرحها لاحقا. وهذا التعويض لا يشمل الملحقين بالبعثة إذا كان تاريخ الإلحاق بعد صدور الفيزا. هناك مساقين للطلب: الأول أن يتقدم المبتعث بالطلب قبل الوصول إلى مقر البعثة أو بعد ذلك. ومن أهم المسوغات التي يجب إرسالها إلى عنوان الملحقية هي أصول فواتير الكشف الطبي المتعلق بالفيزا وما يثبت دفع رسوم الفيزا حسب ما هو موضح في موقع الملحقية، بالإضافة إلى تعبئة نموذج التعويض عن رسوم الفيزا والذي يمكن تحميله من صفحة الملحقية. يرجى التأكد من تعبئة كافة الحقول بدقة والتوقيع على الإقرار. الأخطاء الشائعة: هناك مجموعة من الأخطاء الشائعة التي قد تسبب في تأخير معالجة الطلب ويمكن تجنبها بسهولة، ومنها: أولاً، وجود نواقص في المستندات المطلوبة، مثل عدم تعبئة النموذج بالكامل وتوقيعه أو إرسال صور الفواتير بدلا من أصلها. ثانيا، دمج مستندات الطلب مع طلبات تعويض أخرى، مثل طلب التعويض عن العلاج في البريد المرسل للملحقية. شكرا لوقتك، ونتمنى أن يكون العرض قد وضح الطلب لك بشكل أفضل، مع دعائنا لك بالتوفيق.